كل يوم بيبدأ بإشراقة جديدة، وكل يوم جديد محتاج دايما إن بشرتنا كمان يكون فيها إشراقة زي اليوم. علشان كده مهتمين قوي بإن يكون لنا روتين يومي لبشرتنا. كل ما البشرة بيبقى لها روتين، كل ما بيبقى فيها نضارة وصحة ولون أفتح منور. والنهاردة منورانا هي كمان دكتور دينا أبو السعود، وهتكلمنا على كل المعلومات اللي محتاجين نعرفها عن بينكي. برحب بيكي دكتور دينا. حبيبتي يا دينا، ازيك؟ الحمد لله كله تمام، وطبعا سعيدة بوجودك معانا. والنهاردة هنتكلم عن بينكي، وبينكي طبعا احنا النهاردة ما بنتكلمش عليه كونه كريم بس. قوليلنا بقى النهاردة هنتكلم على بروتوكول لبينكي، وايه المنتجات اللي احنا بنعملها مع بينكي. كريم بينكي فعلا هو بروتوكول، وهو انا بقول ان هو لايف ستايل، وبقول لكل ست وكل بنت ايا كان عمرها ايا كان نوع بشرتها هتستخدم كريم بينكي، لانه امن جدا وامن لاصحاب البشره الحساسه. كريم كل مكوناته طبيعيه، لا يحتوي على عطور، ومرخص من وزاره الصحه المصريه، وسعره في متناول الجميع. فلازم نخلي كريم بينكي بروتوكول ولايف ستايل لينا. طيب بينكي بقى يعني هو كمان مش مجرد كريم، ده بقى فيه مفاجآت جديده طبعا من الشركه من ناحيه بينكي. ايه الجديد في بينكي؟ الجديد ان طبعا شركه ميرتي كانت انتجت كريم بينكي وحقق نجاح كبير قوي. في خلال كام شهر نزلت منتجات حلوه جدا. اولا مع كريم بينكي هنقدر نغسل بشرتنا بصابونه بينكي، صابونه طبيه تحتوي على زيت زيتون، وتحتوي على فيتامين اي وزبده شيا. عندنا 5 انواع، كل نوع مناسب لبشره معينه. اولا الصابونه اللي بالفحم دي مناسبه للجميع، اللي احنا شايفينها دي اللي بالطمي المغربي يا دينا. اوكي. دي مناسبه بالاخص لاصحاب البشره الدهنيه. عشان كلاريفاينج وتنظيف بقى وشيل الدهون بقى الزياده كلها ورؤوس السوداء والكلام ده. عندنا بالعسل والشوفان لاصحاب البشره، دي بالعسل والشوفان لاصحاب البشره المختلط، لا سوري دي برايتنينج، دي تفتيح. دي بقى بايه؟ بالمستخلص التوت البري ومستخلص عرق السوس. دي اللي عايزين يعملوا اكسترا برايتنس واكسترا تفتيح. حلو. عندنا بالعسل والشوفان لاصحاب البشره المختلطه وكده. وعندنا كمان الاكسترا هيدريشن، دي اللي على الشاشه، دي بقى اللي بالويت جيرم اويل يا دينا، اللي هي جنين القمح. دي بفضلها جدا لاصحاب البشره الحساسه جدا والجافه جدا. أوكي. هتستخدم دي. عندنا كمان اللي بالفحم دي توكس، يعني بالفحم ده بقى دلوقتي منتجات كتير. أيوة. قوي في العالم بالفحم، معجون سنان وغسول، وبيعملوا وصفات طبيعيه بالفحم. صح. دلوقتي بيجيبوا الاقراص الفحم من الصيدليه وطحنوها وبيعملوا بيها حاجه تحفه. نغسل وشنا بصابونة بينكي ونستخدم كريم بينكي عشان نحلي نفسنا ويبعدنا نظر. احنا كده بقى كملنا المعادلة، لانك دايما لما بتكلمين على كريم بينكي بتقولي ان هو بيتحط على البشرة النظيفة. فاحنا نقدر كده ننظف بشرتنا، وهل ممكن ازيل الميك اب بالصابونة بينكي؟ طبعا صابونة بينكي هايلة لإزالة الميك اب، لان احيانا بنستخدم الوايبس بيبقى فيها كحول شوية. صح. فبتنشف. لا انا استخدم صابونه بينكي كمزيل للميك اب، واقدر اخد بيها شاور. مع اننا عندنا شاور كلينزنج دلوقتي. يعني اوريدي شركه ميرتي انتجت شاور كريم، مش شاور جل، كله زبده شيا، كله مستخلص صبار، واللي احنا شايفينه ده اللوشن كمان. يعني عندنا يا دينا اللوشن ده 4 انواع، اللي بالتوت البري وبالفانيليا وبالعنبر وبجوز الهند، كل واحده تختار الريحه اللي تحبها والريحه. وعايزه اقول لك اللوشن ريحه ثابته بقى 8 ساعات. واو. ومش قادره اقول لك الترطيب. وكمان اللوشن مليان الوفيرا، يعني مستخلص الصبار، ومليان فيتامين اي، والبيز بتاعه زبده شيا. طبعا ده بقى البادي سبلاش يا دينا. البادي سبلاش احنا محتاجين طول الوقت نرش بادي سبلاش كفريشنس عندنا بنفس الروائح. بادي سبلاش ميرتي مختلف عن اي بادي سبلاش تاني، لان بادي سبلاش ميرتي البيز بتاعه كاموميل وجلسرين، فاقدر احطه دايركت على جسمي. على جلدي. يعني مفيش بقى نشفان، مفيش كحول، مفيش في ريحه وكل حاجه، بس ريحه طبيعيه. بالظبط. وفي كاموميل. كاموميل ترطيب تحفه. بالظبط. ده بيستعمل من ايام الفراعنه. طبعا. فكل دي منتجات شركه ميرتي. عايز اقول لك جميع منتجاتنا مرخصه وزاره الصحه المصريه، اسعارها حلوه قوي،
ازاي نقدر نحصل على كل المنتجات دي. هنتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة، احنا موجودين 24 ساعة. طيب دكتور دينا، الواحد دلوقتي يحصل على المنتجات دي ازاي؟ لان احيانا بروح الصيدلية واسأل على المنتج يقولوا لي ده لسه خلصان دلوقتي حالا، انا عايزة منزلش اول حاجة يعني، والاقيه في كل حتة حواليا. عملنا حاجة حلوة قوي، شركة ميرتي موفرة مناديب في كل محافظات مصر، الساحل الشمالي، مرسى مطروح، خط الصعيد كله، الغردقة، شرم، كل حتة. اوكي. وبنتكلم في أي وقت، حتى لو قاعدين الفجر هنتكلم، هنلاقي الكول سنتر بيرد. طيب جميل. بنوصل لحد باب البيت، فنقدر نعمل الأوردر وإحنا قاعدين في البيت، وده أأمن طبعًا وأسهل. الدنيا حر قوي يا دينا. صح. لا يعني كورونا بنستهون برضو بيها، لا احنا عايزين فعلا عايزين حاجه سهله ما ننزلش كتير. ده 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 شركه ميرتي حققت ولبت الطلب ده جدا الحقيقه. طيب دلوقتي بقى، هل ارجع تاني لبينكي، كونوا صابونه وكونوا الكريم. طبعا دلوقتي كمان انا شفت وانت بتوريني الحاجه ان في الكريم الصغير. ايوه بينكي. احنا دلوقتي عندنا حجمين، الحجم الكبير اللي هو ال 100 مللي ده احنا بنعمل اوردر بالاثنين، لان ده هيبقى موجود عندي في التسريحه. بالظبط. عايزه برضو استخدمه على جسمي، عايزه اقول لك انه تحفه لتفتيح الاماكن الداكنه لاي ست واي بنت. تحت الابط غامق، الركبه غامقه، الايدين غامقه، الكوع النشفان بتاع الكوع، الكعب، في اي حته. عندنا بقى كمان 50 مللي، ده فيري براكتيكال يعني عملي قوي في الشنطة. ده في الشنطة. وأنا بنصح نزلنا في الشمس، سواء رايحين بحر، بول، خارجين مع أصحابنا، احنا في الصيف على طول بنحب ننزل، طول الوقت لازم أرطب بشرتي وأرطب إيدي، فالصغير يبقى معايا في الشنطة. طيب قلتي لي إن ده مناسب للأماكن الحساسة، طبعا احنا عارفين بالنسبة للوش على الأقل، تحت العين مكان يعني بيختلف عليه الناس طبعا، وكل البنات وستات بتقلق قوي تحط أي نوع كريم تحت عينيها. صح. فقولي لي كده، هل أقدر استخدم بينكي تحت العينين، وهل ممكن يحل لي مشكلة الهالات السوداء شوية؟ كريم بينكي بيستخدم تحت العين، في محيط العين، آمن جدا، وزي ما قلتي تحت العين جلد رقيق جدا وجلد حساس جدا، ما ينفعش نحط اي حاجه. انا بقول ان كريم بينكي كل مكوناته طبيعيه، من زبده شيا، من زبده كاكاو، عندي مستخلص توت بري، عندي مستخلص الليكورش اللي هو مستخلص عرق السوس، عندي مستخلص شاي اخضر، عندي فيتامين سي، فيتامين اي، عندي لحاء الصفصاف اللي داخله ماده الساليسين. فانا بقول كريم بينكي هايل يتحط تحت العين، بيعالج جدا الهالات السوداء، بيعالج الفاين لاينز الصغيره. أيوة. السطحيه على فكره دي بتبان في المكياج برضو. طبعا بتكسر. بالظبط. اولا الهالات السوداء لو غامقه جدا وحطيتي كونسيلر فاتح هتبقى زرقاء، يعني مزبوط. يعني الغامق قوي انت لازم بتحطي لون اورنج ولون بتاع لازم معالجه يعني بالمكياج، بس ده هيغنيني عن ان طبعًا. انا استعمل. وبعدين الحلو ان انا اغسل وشي وانزل ما بقاش عندي. صح. مشكله يعني. صح. احلى من ان انا ابقى فيك وحاطه ميك اب يعني. على فكره الموضوع مش حكايه فيك، الموضوع حكايه حر. وان قد كده المكياج احيانا بيبقى مضر للبشره، وخصوصا في درجات الحراره العاليه. هل اقدر احط كريم بينكي قبل الميك اب بتاعي، ولا ممكن ان هو يسيح المكياج؟ بالعكس. او وشي يعمل طبقه دهنيه. بالعكس. كريم بينكي هايل لو اتحط تحت. اولا كريم بينكي ما بيعملش طبقه دهنيه خالص. اوكي. ملمسه ناعم، بيمتص بسرعه جدا. البيز بتاعه مش اويل، فلا يمكن. ما عنديش المشكله دي. سريع الامتصاص. طيب احنا كده اطمنا على كل مراحل والبروتوكول اليومي زي ما بدأنا، علشان يبقى وشنا دايما في نضارة وإشراقة. بشكر شكر جزيل لدكتور دينا أبو السعود. سلامي. وطبعا بشكر حضراتكم، إن شاء الله نكون عرفنا كده معلومات كتير عن بينكي، وكل يوم بنعرف معلومة كمان. وبالنسبة لحضراتكم بقى ناخد فاصل ونرجع مع فقرة جديدة ونكمل باقي حلقتنا النهاردة في ست الستات، خليكم معنا.